الاتحاد الرياضي تأسس تقريبا في الشهر التاسع من عام 2015، وهي معترفة من قبل إدارة ذاتية ديمقراطية. بمدينة الحسكة عم نعاني كتير من الصعوبات، لأنه الوضع الرياضة كتير صعب هناك. ليش؟ لأنه المنشئات الرياضية هي تابعة للنظام، ولحد هاي اللحظة اللي ساوينا فيها أنه تشكلنا مجلس رياضي هناك بالحسكة، ولكن يعني الرياضات اللي عم نساويها يعني بصعوبة، مثل التنقية جاي وعن معرفة شخصية وهي بس، ولكن يعني كتير صعبة وما تغيرت فيها شيء، لأنه المنشآت مو لنا، المنشآت الرياضية. مستقبل الرياضة في مقاطعة الجزيرة يسير ببطء شديد بصراحة، يعني بسبب عدم اختيار أشخاص مناسبين في المكان المناسبين. هناك بعض الأشخاص يعملون، ولكن نوعية الأشخاص الذين يعملون لا تناسب الرياضة في مدينة قامشلو. الرياضة طبعا في مدينة قامشلو لها خصوصية ولها مستوى متميز في باقي المناطق. طبعا مستقبل الرياضة في مقاطعة الجزيرة يسير ببطء شديد بصراحة، يعني بسبب عدم اختيار أشخاص مناسبين في المكان المناسبين. هناك بعض الأشخاص يعملون، ولكن نوعية الأشخاص الذين يعملون لا تناسب الرياضة في مدينة قامشلو. الرياضة طبعا في مدينة قامشلو لها خصوصية ولها مستوى متميز في باقي المناطق، ولهذا أجد أن مستوى الرياضيين يفوق مستوى المسؤولين.